بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين. أعزائي طلبة وطالبات دارسي مادة تحليل النظم، طبتم وطاب مسعاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أهلا وسهلا بكم في المحاضرة الثالثة من محاضرات مادة تحليل النظم. في المحاضرتين الأونلاين اللي فاتوا أخذنا فصلين. الفصل الأول كان بيتكلم عن مقدمة في تحليل النظم، أخذنا فيه تحليل النظم، تعريف النظام، تعريف تحليل النظام، أقسام نظم المعلومات، أنواع نظم المعلومات، أهمية نظم المعلومات. أخذنا أيضا عناصر نظم المعلومات، خصائص تحليل النظام. الفصل الثاني أخذنا فيه دورة أو أدوات تحليل النظام، اتكلمنا فيه عن مجموعة من الأدوات زي داتا فلو دايجرام والداتا ديكشنري والداتا ستراكشر دايجرام والستراكشر انجلش والكونفنشن. اتكلمنا بالتفصيل عن الداتا فلو دايجرام، اتكلمنا فيها عن الكونتكست دايجرام والليفل زيرو. النهارده هنتكلم في المحاضرة الاونلاين رقم 3، هنتكلم عن دورة حياة وإعداد النظام. إن من الأهمية بمكان أن يتم التخطيط والإعداد الجيد لأي منظومة حتى لا تحدث مشاكل وأخطاء قد تكلف الكثير بسبب سوء الإعداد والتخطيط. لذلك فإن المنظومات يجب أن يتم إعدادها بطريقة منظمة باستخدام منهجية سليمة، ويوجد 3 منهجيات تستخدم في تحليل وتصميم نظم المعلومات. هي أول حاجة الطريقة الغير هيكلية. هي طريقة قديمة في إعداد المنظومات، بدأت في 60s مستخدمة المخططات الانسيابية كوسيلة للتحليل والتصميم، وهي لا تستخدم حاليا إلا نادرا نظرا لتعقد المنظومات المستخدمة. الطريقة الهيكلية رقم 2، بدأ استخدام هذه الطريقة في 70s وتتميز بالأدوات والتقنيات الهيكلية المنظمة والسهلة والسهلة الاستعمال، كما أن هذا النوع من الطرق يتناسب مع إعداد المنظومات الكبيرة والمعقدة نظرا لأنها تقسم المنظومة إلى أجزاء صغيرة لتبسطها، كمثال مخطط انسياب البيانات والمخطط الهيكلي. الطريقة الثالثة بعد الهيكلية والغير هيكلية هي الطريقة الشيئية، ودي هنتكلم عنها بالتفصيل في اليوز كيس في تصميم النظام، وتستعمل تقنيات متقدمة مثل إعادة استعمال الأجزاء البرمجية لتقليص وقت إعداد المنظومات. وبعض الأدوات في هذه الطريقة هي مخطط حالة الاستعمال زي Use Case Diagram ومخطط الفصيلة Class. إن أبسط نموذج لدورة حياة إعداد المنظومة هو ما يعرف بالنموذج التتابعي أو النموذج التدفقي، الذي يعني أننا نقوم بإعداد المنظومة في تسلسل، أي مرحلة بعد مرحلة. ويتكون هذا النموذج على سبيل المثال من عدد من المراحل المتعاقبة، بحيث تعرف كل مرحلة بأنها عبارة عن عدد من الأنشطة يجب أن تنجز في فترة زمنية وقبل الانتقال إلى المرحلة التي تليها. وعند البدء في دورة حياة تطوير النظام يجب ملاحظة الآتي: كل مرحلة
تحتاج إلى مجموعة من المستلزمات، برمجيات وأجهزة وخلافه. كل مرحلة تحتوي على مدخلات ومعالجة ومخرجات. يجب إجراء مراجعة في نهاية كل مرحلة. يجب إعداد وثيقة المواصفات ومراجعتها في نهاية كل مرحلة. يجب التحقق من اكتمال وصحة وضوح وثيقة المواصفات في كل مرحلة. وفي الجزء التالي سنبدأ في شرح تفصيلي لكل مرحلة من مراحل تطوير النظام، وهي 7 مراحل أساسية كالتالي: مرحلة الدراسة التمهيدية، مرحلة التخطيط، مرحلة التحليل، مرحلة التصميم، مرحلة التنفيذ، مرحلة الاختبار، مرحلة تقييم النظم، مرحلة الصيانة والتطوير. مرحلة الدراسة التمهيدية ليس هناك نظام خالي من المشاكل، ومنها مشاكل للمستخدم أو مشاكل في كيان الحاسبات نفسه أو مشاكل البيانات والمعلومات أو مشاكل في تغيير بيئة النظام. والواقع أن المشاكل المتعلقة بالمستخدم معظمها يعد أو يرجع إلى اكتساب المستخدم الخبرة الذاتية من التعامل اليومي مع النظام. لذلك نحتاج إلى الدراسة التمهيدية، وهو الطور الأول من أطوار حياة النظام، وتسمى أيضا بمرحلة التعريف بالنظام. وتهدف هذه المرحلة إلى التعرف على المشكلة وطبيعتها وأبعادها، وتكون فهم عام لها. فليس الغرض من هذه المرحلة التعرف على دقائق المشكلات التي قد توجد في النظام القائم أو تقديم حلول مطلقة وفورية لهذه المشاكل، ولكن فقط من أجل إجراء تغطية أو مسح عام للنظام الحالي مع إمكانية تطويره أو تغييره أو الإبقاء عليه. وهي مجموعة من الخطوات والإجراءات اللازمة لاختبار نظام قائم أو أحد النظم الفرعية بهدف اكتشاف الخلل الموجود والمتسبب في تدني كفاءة النظام أو أسباب عدم ملائمته. وفي هذه المرحلة يكمن دور الإدارة في مساعدة محلل النظم في إنجاز هذه المرحلة. وتتكون هذه المرحلة من تعريف المشكلة، دراسة الجدوى، إعداد الخطة، إعداد تقرير نهائي. أولاً بالنسبة لتعريف المشكلة، حتى يستطيع محلل النظام أن يعرف المشكلة بالطريقة الصحيحة، يجب أن يقوم بعملية مسح للمنظمة ولنظام المعلومات القائم، بحيث يشمل على خلفية تاريخية عن المنظمة. هذه الخلفية تتيح للمحلل بالإضافة لتكوين فكرة عامة عن المنظمة أن يتتبع أنواع وتوقيتات وأسباب اتخاذ قرارات معينة. أن يعرف محلل النظام الهيكل التنظيمي للمنظمة، بحيث يكون هذا الهيكل ملائما ويكون ملما، يكون محلل النظم ملما إلماما كاملا بالهيكل التنظيمي في المنظمة كقطاعات وكمستويات إدارية. وموضوع نظم المعلومات من هذا الهيكل كما يجب أن يكون على اطلاع ومعرفة بالعلاقات وخط سير الإجراءات والمعلومات بين أجزائها الهيكل التنظيمي وتسلسل الإدارات فيها. يجب أن يكون على علم بالمعادلات المالية والإدارية، وهذه المعادلات مثل معادلات الربحية، المبيعات، المخزون. ويجب الحصول على هذه المعدلات أو المعادلات عبر عدة سنوات متتالية ليمكن مقارنتها مع غيرها من المنظمات ليتسنى معرفة مدى التطور في نشاط المنظمة وموقعها بالنسبة للمنظمات الأخرى لغرض تحسين نقاط الضعف وإمكانياتها. آراء العاملين، تختلف آراء العاملين في منظمتهم وإجراءات سير العمل بما فيهم من يدلي بآراء معاكسة، وذلك لأن كل منهم لديه خبرات ومهارات مختلفة عن الآخر. وعلى محلل النظم أن يكون قادرا على التمييز بين آراء الفريقين ليتمكن من استخلاص الحقائق.
وضع الأهداف بعد تعريف المشكلة وتحديد أبعادها، وذلك بتحديد مواطن الضعف بالنظام القائم، فإنه يمكن بعد ذلك وضع الأهداف بدقة. والهدف هو غاية يخطط للوصول إليها، يجب أن يتوفر فيها الاعتبارات التالية: أن يكون معرفا بوضوح، زي أن يهدف إلى زيادة الأرباح عن طريق تقليل تكلفة المواد الخام أو زيادة المبيعات أو زيادة السعر أو رفع الهامش. كما يجب أن يكون الهدف قابلا للتحقق، فمن المرغوب أن يكون الهدف طموحا، ولكن يجب ألا يتحول هذا الطموح بنسبة تفوق الواقع المعقول. كما يجب أن يكون الهدف في حدود الإمكانيات. وهناك مجموعة من المشاكل التي تواجه محلل النظم وتؤدي إلى حدوث مشاكل للنظام، ومن هذه المشاكل الثقة. من خصائص المشكلة والتي قد توجد في النظام الحالي للمؤسسة إن الإجراءات تعمل بعد الوقت ولا تستطيع أن تعمل طوال الوقت. كذلك فإن نفس الإجراءات يعطي نتائج مختلفة من وقت لآخر. مشكلة صحة النتائج هي أن النظام يخرج أحيانا نتائج كثيرة غير صحيحة أو غير شرعية، وبالتالي يسبب اضطرابات للمستخدمين. مشكلة الدقة، وهذه المشكلة تشبه مشكلة الثقة ومشكلة صحة النتائج، حيث يكون النظام معرض لحدوث أخطاء أثناء عملية تشغيله. المشكلة الاقتصادية، النظام يعاني من المشكلة الاقتصادية عندما تكون عمليات نقل وتشغيل وتخزين البيانات مكلفة جدا. مشكلة الوقت، هذه المشكلة تزول غالبا إلى عملية نقل المعلومات، حيث أن وقت نقل المعلومات يكون كبيرا جدا عن وقت تشغيل المعلومات وكذلك وقت تخزينها، أي أن هذه المشكلة تحدث عندما تكون المعلومات موجودة ولكننا لا نستطيع أو نحتاج إلى وقت كبير جدا لاسترجاعها. فمثلا للحصول على شيك من عدد كبير جدا من الشيكات نحتاج إلى وقت كبير في البحث. مشكلة القدرة أو الاستيعاب، وهذه المشكلة تنتج من أنواع مختلفة مثل قدرة التشغيل غير كافية، قدرة النقل غير كافية، سعة التخزين غير كافية، قدرة العاملين غير كافية. مشكلة الإنجاز، هذه المشكلة ترتبط بإنتاجية وقدرة النظام، فإذا كان النظام قدرته عالية والإنتاجية منخفضة فهذا معناه وجود مشكلة. رقم 2 بعد الدراسة التمهيدية هو دراسة الجدوى. يمكن التمييز بين نوعين: جدوى فنية متعلقة بالتكنولوجيا، جدوى اقتصادية متعلقة بالنواحي المالية والاقتصادية. حصر التكاليف تشمل جميع التكاليف التي ستترتب على النظام الجديد، بما في ذلك تكاليف دراسة النظام وتصميمه وتشغيله. حصر المنافع تشمل العائدات النقدية وغير النقدية. تقديم البدائل يستخدم في ذلك معايير متعددة منها فترة الاسترجاع. رقم 3 بعد الدراسة التمهيدية والخطة هو إعداد الخطة. آسف بعد الدراسة التمهيدية والجدوى هو إعداد الخطة. وهنا بعد أن عرفنا المشاكل ووضعنا الأهداف ودرسنا الجدوى الاقتصادية نقوم بإعداد الخطة، ويجب الأخذ بالاعتبار ما يلي: الموارد المطلوبة، تقدير التكاليف، الوقت اللازم، إعداد تقرير. رقم 4 إعداد تقرير نهائي للدراسة، ويجب أن يكون التقرير النهائي يحتوي على تعريف المشكلة، أهداف النظام، أهداف النظام القديم، أهداف النظام الجديد، وصف مقارن للنظامين الحالي والمقترح، ويجب على محلل النظام أن يضمن تقريره رأيه الشخصي وأفكاره عن هذين النظامين، قائمة مقارنة التكاليف المتوقعة بالمنافع، التوصيات والمقترحات التي يراها محلل النظم، ويجب أن تكون هذه المقترحات مبررة وتشمل الخرائط والرسوم البيانية والصور.
إلى هنا أعزائي الطلبة والطالبات نكون قد انتهينا من شرح الفصل الثالث، وبذلك نكون قد شرحنا كل من الفصل الأول مقدمة في النظام، الفصل الثاني أدوات النظام، الفصل الثالث الدراسة التمهيدية للنظام. شرحنا في الفصل الأول تعريف النظام، وقلنا النظام هو ذلك الكيان من العناصر الذي يستقبل المدخلات من البيئة الخارجية ثم يعالجها من أجل إخراج نتائج لتلك البيئة. وقلنا تحليل النظام هو تفكيك ذلك العناصر بهدف معرفة نواحي الضعف فيها ومن ثم إمكانية حلها مستقبلا. اتكلمنا عن نظم المعلومات، وقلنا تنقسم نظم المعلومات إلى بيانات وبرمجيات وأجهزة وأشخاص وعمليات ومعالجة. اتكلمنا عن أقسام نظم المعلومات، وقلنا من أقسام نظم المعلومات معالجة الأوامر أو معالجة المعلومات وإدارة المعلومات والنظم الخبيرة وتحسين إنتاجية المستخدم. اتكلمنا أيضا عن مكونات النظام، وقلنا يتكون أي نظام من مدخلات وعمليات ومخرجات. المدخلات هي مدخلات أساسية ومدخلات استبدالية أو إحلالية ومدخلات بيئية. المدخلات الأساسية هي التي ينصب عليها عناصر النظام ونشاطاته وتكون عنصر من عناصر النظام. المدخلات البيئية أو الإحلالية هي التي لا ينصب عليها عناصر النظام ولا نشاطاته ولكنها عنصر من عناصر النظام. المدخلات البيئية هي المدخلات التي لا ينصب عليها عناصر النظام ونشاطاته ولا تكون عنصرا من عناصر النظام، ولكن أي تغيير فيها يؤدي إلى تغيير في النظام. العمليات وهنشرحها في الفصل التاني بالتفصيل زي ما شرحناها. المخرجات هي مخرجات نهائية ومخرجات ارتدادية. اتكلمنا عن عناصر النظام: البيئة، الحدود، عمليات، مدخلات، المخرجات، النظم الفرعية والتغذية العكسية. بعد كده اتكلمنا في الفصل الثاني عن أدوات تحليل النظم. اتكلمنا عن الداتا فلو دايجرام، وقلنا الداتا فلو دايجرام بتستخدم كنقط سريان المعلومات ووصف البيانات علشان تحقق أو نعرف منها كيف يتم تحليل النظام، كيف يتم تخزين النظام، كيف يمكن تدفق البيانات داخل النظام. والداتا فلو دايجرام انقسمت إلى ثلاث أقسام، شرحنا منهم قسمين اللي هو الكونتكست دايجرام، وقلنا إن هو وصف تفصيلي يوضح علاقة النظام بالمؤسسة التي يتم فيها التحليل، والليفل زيرو. بعد كده اتكلمنا عن الداتا، ده بعد الداتا فلو دايجرام، داتا ديكشنري، داتا ستراكشر انجلش، ستراكشر انجلش والكونفنشن، وشرحناهم بالتفصيل. وفي محاضرة النهاردة اتكلمنا عن دورة حياة النظام، واتكلمنا عن دورة الحياة، وشرحنا منهم الدراسة التمهيدية ودراسة الجدوى، وعرفنا المشاكل اللي بيعتريها أو بيقابلها محلل النظم عند تحليل النظام، وعرفنا دراسة الجدوى، وعرفنا محلل النظم ممكن يعمل ايه بعد الدراسة التمهيدية. بكده أبنائي وبناتي الطلاب
نكون قد انتهينا من محاضرة اليوم أونلاين، على أمل أن نلقاكم في محاضرات قادمة إن شاء الله مباشرة وأونلاين. وكل سنة وحضراتكم بخير ونشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.